اولا تحياتي ليك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار الكابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. مبروك طبعا للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد السكندري. نورنا كابتن. كابتن ايمن كلمت معاك لو تفتكر قبل المباراه، وانا اكدت عليك ان محمد معروف هيعمل مباراه كويسه. كابتن ماهر ده قبل المباراه ما بتلعب، واحنا هنا قلت ان محمد معروف هيعمل مباراه كويسه، وفعلا بالفعل النهارده طاقم التحكيم بالكامل ادى مباراة متميزة، على الرغم كابتن شريف الاختبارات اللي تعرض ليها طاقم التحكيم في هذه المباراة، عندنا حالات تحكيمية حاسمة في المباراة، وهي دي اختبارات كابتن ماهر اللي بيتكلم عليها الحكم تحت الاختبارات. من غير اختبارات ما نقدرش نقيم الحكم ونقول ان هو كان كويس او مش كويس. محمد معروف تاري بنقول كان معاه طاقم تحكيم متميز من الحكم شريف عبد الله وعدي عيد واحمد حمدي حكم رابع، وكان على تقنية الفيديو كان عبد العزيز السيد وكان محمد عباس قابيل. واعتقد الطاقم بالكامل كابتن بلال النهارده من خلال الحالات هنشوف قدم مباراه كويسه. وانا هنا بس اقول حاجه كابتن ايمن، احنا هنا في شاشه قناه الاهلي كابتن اسامه لما بيكون التحكيم كويس بنطلع نقول التحكيم كويس بصرف النظر عن نتيجه المباراه او بصرف النظر النادي الاهلي خسر او فاز. احنا عندنا حالات تحكيميه وصوره بنحللها في هذه المباراه. نشوف اول حاله تحكيميه كابتن، وانا هنا نشوف هنا هرجع بس الحاله، هرجع كده قبل بس ما نجي للحاله ديت يا كابتن، ارجع لي بس كده بعد اذنك. هقف 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 حاجه مهمه كابتن بلال، كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن ماهر. لو قلنا سر تفوق الحكم في القرارات خاصه داخل الصندوق هو التمركز كابتن ماهر تاني. صح. اللي خلى الحكم ياخد القرار الصحيح هو التمركز الصحيح وقراءه اللعب الصحيحه. لو شفنا في الحاله ديت اولا هو النمره واحد، نشوف محمد معروف هو بيغير اتجاه جسمه ثم تحرك ثم راح في الزاويه الفاضيه وشاف اللعبه واضحه جدا مفيش حد مداري عليه. نروح للحاله التحكيميه ونشرح ايه اللي حصل مع عمر كمال في هذه الحاله. هنشوف هنا لاعب نادي الاتحاد، هنا عمر خلاص نجح في لعب الكره، وهنا العرقله واضحه وضوح الشمس كابتن شريف. سهله، ولكن زي ما قلت سر تفوق الحكم في التمركز في هذه الحاله. لما نشوف هنا العرقله واضحه ونازله والراجل بيعدي بسرعته، وبالتالي ركله جزاء صحيحه من الحكم في هذه الحاله. نشوف الحاله بعد كده الثانيه. انا عندي هنا حالتين بس ناكد بس كابتن شريف، ونشوف هنا كهربا في واحده، وبعدين نشوف هنا عمر كريم في الثانيه. واحده واحده كابتن ماهر. هنروح لكهربا الاول، هل في مخالفه الاول من كهربا، وهل الفار حسب على ايه او الحكم حسب على ايه؟ شوف هنا كهربا هنا بتتشاط بتصد بترجع لمين؟ لكهربا. هل في مخالفه لكهربا ولا هل هو حسب لكهربا ولا حسب لكريم فؤاد؟ هل الاعاده اللي جايه ديت هتبين؟ بص يا كابتن، هنا ما حدش نجح في لعب الكوره ماشي. نشوف هنا رجله اليمين كابتن ماهر، ايه رايك؟ رجله اليمين واخده بعد اذنك. اولا ولا كهربا لعب الكوره ولا لاعب الاتحاد لعب الكوره. هرجع تاني كده معلش، بس لاعب الاتحاد جاب رجل كهربا من ورا كابتن. ما انا رجله ده اللي احنا بنتكلم فيه. نقول هنا في مخالفه من الاول هنا لكهربا، يعني في مخالفه نمره واحد يا كابتن شريف معايا. صح، ده شوط شايط رجله. هو هنا خد الرجل المخالفه هنا يا كابتن، مش لكهربا. لا ده هنا مش لكهربا حاجه. على مين يا كابتن؟ هنا مش لكهربا حاجه، هنا ما احتكش بيه. المخالفه على 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 اللي لمس رجل كريم فؤاد. لا ماشي انا جاي يا كابتن، واحده بس انا جايب حاله ثانيه. انا جايب الحالتين على الاولى بس، انا جايب الحالتين. هي ركله جزاء من الاول. كابتن ايمن بقى واحده احنا معانا صوره يا جماعه، ما انا مش بقول كلام من عندي. هات لي اللعبه دي ثاني بعد اذنك. هنا بنقول العبره بلعب الكره، هل لاعب الاتحاد لعب الكره يا كابتن بلال؟ لا. طب كويس، ولا كهربا رجلي راحت فين يا كابتن ماهر؟ على رجل كهربا الشمال. ثاني كده بعد اذنك. بعيد هنا، في بقول لك بعيد رجل اليمنى هنا في رجل الشمال، هنا نشوف من تحت واخده رجل كهربا. طب يا سيدي ماشي، هيجيبني لعبتين على فكره. رايي انا هنا في مخالفه، هو ما حسبش على دي، حسب على الثانيه. هات لي الثانيه بعد اذنك كده ونشوف بتلعب كريم فؤاد. الثانيه بقى على الدهس على قدم فوت اون فوت دي مفيش فيها هنا كابتن. انا رايي ماشي الاولى مش بنالتي. عارف ليه؟ احترم. انت عارف ليه يا كابتن؟ اتفضل. لو بنالتي كان كهربا ام 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 صوت. بص يا كابتن، انا مش شرط. هقول لك على حاجه يا كابتن، هقول لك على حاجه. انا مش احيانا اللاعب برضه في الكوره دي. اتفضل يا كابتن. كابتن انا مختلف مع بعض. احيانا اللاعب بيبقى ليه مخالفه واللاعب احيانا ما بيعترضش يا كابتن ماهر،
واحيانا مالوش مخالفه وبيطلع يعترض. مش شرط، خلي بالك، مش شرط ان اللاعب يكون له مخالفه ويطلع يقول يعترض. نيجي للحاله الثانيه ونشوف هنا كريم فؤاد. لا كريم فؤاد بعد ذلك حتى ركله جزاء كريم. ايوه نشوف هنا وهنجيب الزاويه برضك عشان خاطر تبقى الناس شايفه ان ركلتين جزاء صحاح جدا جدا، والحكم هنا كان تمركزه برضك في اللعبتين يا كابتن ايمن كابتن ماهر كان تمركز جيد جدا. نشوف البوينت اوف كونتاكت اللي هو فوت اون فوت، نشوف ونركز على لاعب الاتحاد وهو بيدهس قدم. خلاص نيجي بقى الثانيه بس كده. هنا الحكم حسب على دي، انا جايب لي لعبتين والفار يا كابتن بلال اكد على دي. اه طبعا ما هو دايس على رجله يا كابتن، واضحه، اكد على هذه الحاله وقلت لي هنا ركلتين جزاء لنادي الاهلي من الحكم، سر تفوقه التمركز. صحيح. والتوقع. صح. والتركيز. صح. والقراءه. صح ده كان بيقول حكامنا كلها يا كابتن. ان هو خد القرارات الصحيحه نتيجه التمركز والتركيز. نروح للعبه الثانيه ولعبه مهمه جدا، نشوف اللعبه اللي جايه. هنا مطالبه على اكرم توفيق، والمفهوم جديد للمسه اليد يا كابتن. اولا هي مش لمسه يد اصلا خالص. طيب السؤال هنا مهم جدا جدا، وده للتعليم وللثقافه التحكيميه. هو مين هنا بيشوط يا كابتن؟ اكرم. اوكي يعني هنا اكرم في تعمد لعبي بيطلع الكوره. طب لو ايد اكرم خارجه شويه عن الجسم كان ممكن يحسب ركله جزاء؟ ها محدش عاوز يجاوب ليه يا جماعه؟ يعني لو انا بشوط كده وبطلع الكوره تبقى لايه؟ تبقى لانه معايير. لا انا بتكلم، لا انا بتكلم احنا في القانون هنا، احنا عندنا القانون نشرح. ماشي. ندي ثقافه تحكيميه للناس يا كابتن ايمن. ماشي. انا عاوز اوضح بس، لو اكرم لعب الكوره تعمد وجت في ايديه حتى لو خارجه يستمر اللعب مفيش مخالفه، ولكن في الحاله ديت ايد اكرم يعني اصلا كانت موجوده في جسمه وبالتالي هنا كان استمرار اللعب كان قرار صحيح. تاني يا بلال، لو اكرم بيشوط غير ما ترتد الكره في جسمك وايه وتيجي في ايدك. صح. الارتداد غير انك انت تلعب لعب متعمد، دي الحاله، ونقول هنا يستمر اللعب كان قرار صحيح من محمد معروف. بصراحه النهارده تميز تميز تميز. الحاله اللي جايه وهنا خد القرار في الملعب، خد القرار دون مساعده الفار. شوف التفاصيل اللي جايه دي مهمه جدا جدا من لاعب الاتحاد، ونشوف اسلوب الدخول في هذه الحاله كابتن اسامه. هات الحاله ثانيه، وهنا هو خد القرار ببطاقه حمراء مباشره، وهنا نشوف الحاله اللي جايه. بس هرجع تاني من المسافه اللي جايه ديت، احنا بنتكلم على ايه يا كابتن؟ على مسافه لاعب جاي بيعمل تاكلينج كابتن ماهر، دي من واحد. هنا في مسافه هو جاي من بعيد، ثم في سرعه هو جاي من بعيد، ثم في قوه. اذا هنا كمان شوف الرجل السترزات رايحه فين يا كابتن. ارجع تاني كده، خلي بالك هو حظ رامي ربيعه ان رجليه كانت فوق، لو تحت كان حصلت مصيبه وكارثه على رجليه، وكانت حصل اصابه كبيره جدا. مزبوط. ده مش معناه ان انا كلاعب شلت رجليا تيجي تقول لي اصل رجلي كانت في الهواء، لا انا بحلل حاله تحكيميه. صح. اللاعب جاي من مسافه، من سرعه، من قوه، رجليه مرفوعه. سؤال تاني، هي الكره فين؟ هل هي على الارض ولا فوق؟ نمشي كده، نمشي كمان بعد اذنك، نمشي. الكره نزلت على الارض صح، يبقى المفروض اللعب يبقى فين؟ تحت، تحت مش فوق. هنا بطاقه حمراء، تميز محمد معروف. عارف التميز لمين تاني؟ لحكام الفار اللي هم عملوا كونفيرم على القرار، عملوا سبورت قرار الحكم. ده اللي بنقول عليه ان انا بميز الحكم والحكم الفار في هذه المباراه، ركله بطاقه حمراء مباشره صحيحه من محمد معروف لما تردد فيها على رغم تفاصيلها في الملعب كانت صعبه على الحكم. نروح بقى الحالات اللي هي بعد كده اللي هي سريعا كده هنمر عليها يا كابتن، ونشوف هنا بطاقه صفراء هنا مستحقه للاعب الاتحاد هنا نتيجه التهور، وهنا لم يتردد معروف في اشهار البطاقه. نشوف هنا عمل مرتين في مخالفه، وهنا القرار كان قرار صحيح. هنا في حاله عند شريف، يمكن عاوزين نقول ان هنا ما كانش في، كان في تسلل فعلا يا بلال. صحيح لحظه اللعب هنا، ولكن هنا كان في استمرار لعب يا كابتن ايمن. يعني الحاله دي لو كان منها جه منها هدف كابتن اسامه كان الفار هيراجع وكان هيقول ان هنا كان حتى بعد ما راح الكورنر. لا 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 راحت بعد كده كورنر. ساعه راحت كورنر، لعبه جديده بعد ما راحت كورنر، لعبه جديده. أيوة. خلاص بقت لعبه جديده، لعبه جديده خلاص. لما لو جت هدف من كورنر خلاص ما اقدرش ارجع. بالظبط في هذه الحاله. طبعا هنا بنقول دي لعبه من الالعاب اللي كانت عند شريف. اعتقد لو في حالات ثانيه ولا دي اخر حاله نشوف. اخر حاله كانت انذار، وانذار صحيح هنا للتهور، وهنا حاله من الحالات المهمه قوي 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 قوي. هنا كان في مطالبه ل النادي الاهلي بركله جزاء يا اسامه. شوف هنا خلي بالك الكره صدمت فين؟ فخده
الله عليك كابتن ماهر. مظبوط، ما اخدمتش في ايده. هنا الكره كمان يعني صدت بالفخذ، حتى كمان لو راحت للايد ايده جنبه كابتن اسامه، الايد جنب خلاص يا جماعه احنا فهمنا الايد مش مكبره وبالثانيه هنا كان استمرار اللعب كان قرار صحيح. على بالي النهارده اختبارات كبيره لمحمد معروف وطاقم التحكيم بالكامل، ده اللي قلناه يا كابتن قبل الحلقه، التركيز الاهتمام في المباريات اللي جايه اكيد بيؤدي الى نجاح. بشكرك كابتن ايمن وبالتوفيق ان شاء الله. نديله رقم، نديله رجل المباراه يا كابتن. مش هو بس يعني بامانه يعني هم كلهم، بس هو ياخد اعلى درجه، اعلى درجه بجد. هو يعني انا النهارده اديله تقييمي ليه في الاختبارات اللي موجوده، يعني اديله 9 مثلا او اديله 8.6 درجه بالنسبه للتميز لطاقم التحكيم. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتني. شكرا كابتن.